مرحبا، منطلع عليكم يوميا بفقرة انفوكس انا ومسيو زكار، واليوم رح نحكي عن كفالة التجديد. هيدا النوع من التأمين منه جديد على فكرة، بس صار في بعض التغيرات رح نعرفها هلا منك. نحن اكيد نحن عم نطور كل المنتجات اللي عنا اياها على كمن، ولكن دائما نحن عم نرجع نحكي عن كفالة التجديد لانه في كمية عالم عم نشوفها عم بتسافر لتروح تسترزق او لتروح تدرس خارج لبنان، وهو اللي عم بيوقفوا تأميناتهم الصحية بلبنان. كفالة التجديد هي شو؟ هو بيشتري كفالة التجديد يلي بيخول له انه هو عند رجعته على لبنان يكمل تأمينه ما كأنه وقفه. بيحفظ حقه. بيحفظ حقه وبيكمل تأمينه ما كأنه وقفه، ما بيكون في عنده أي استثناء، ما بيكون في عنده أي شيء بيسموه waiting period أو فترة انتظار ليقدر يستفيد من تأمينه الصحي. فدائما هيدا موضوع الكفالة التجديد كثير مهم. أي شخص مسافر أو أي شخص عايش في الخارج وناوي يرجع على لبنان ياخذ هيدا التأمين ليقدر يسمح له إنه أول ما يرجع على لبنان شو ما كانت حالته، لو قد ما كان عمره صحية، قد ما كان عمره يقدر بياخد تأمين استشفى بيكمل فيها وما كأنه كان كل حياته مأمن بلبنان. فهيدا النوع التأمين بالنسبة لإلي أنه أهم نوع تأمين، واحد ما لازم ينطر ليخده لأنه كل واحد معقل بيش عارف شو معقول يصير معه سنة الجي، فمفروض واحد ياخدها هو وصحته منيحة، ما بيش عارف إذا سنة الجي بيصير معه على الأحوال اللي عم تشوفها بالعالم كأمراض بسيطة مثل ضغط أو سكري أو أكيد معقول يكون عنده مرض مزمن، وبهذه الحالة ببطل أي شركة تأمين تاخده. بس إذا عنده كفالة التجديد بيكمل ما كأنه في شيء. والبروسيدور مثل العادة، نعمل داونلود لتطبيق كومن أكيد فور فري، وبيقدروا من خلاله يقوموا بأي تأمين هن وبالبيت. كل شيء صار واضح. شكرا لك مسيو روجيه، وشكرا لكل يلي عم بيتابعونا، وملتقانا فيكن بالحلقات القادمة. تقبرني يا أمي، بكتبي لحالك كتير منيح. زهورات وبابونج بأول مناعة، والكشك بغزة، النعنع لا سمح الله يا أمي تعمل قريب، فنجان منه عشية كتير منيح. يا ماما شو عم تعملي؟ رح أتأخر على الطيارة. لك تقبرني في كتير أمراض. خلص ما صار لي سنة هونيك. بعدين دكتور سامي معي. ليش دكتور سامي فيري على فرنسا؟ لا لا بس فيي احكي فيديو كول وين ما كان. شوفي اشتريت جي ار او باكج للمغتربين من كومن، وهيك طلع لي 5 استشارات طبية مجانية من صحة دوك. صار فيي اتصل بدكتور سامي ساعة البدة. ايه هلا اطمن قلبي. شو ما كان عمركن أو حالتكن الصحية، وين ما كنتوا عايشين، تضمنوا استمرارية تأمينكن الصحي السابق بفضل جي آر أو عند رجوعكن إلى لبنان، واحصلوا على 5 استشارات إلكترونية مجانية من صحتيدوك.com. رامي، لك يا أمي نسيت مرتبين المربى.